شلونكم حبايب قلبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اليوم راح اسوي معاكم خبز البرجر، او بالاحر صمون البرجر. المكونات اللي راح احتاجها عندي هنا 3 اكواب طحين ابيض، كوب وربع من الحليب السائل، ربع كوب زيت نباتي، 3 ملاعق وسط مو كبار وسط سكر، 3 ملاعق وسط خميرة، وعندي 1/2 ملعقة وسط ملح. هذه المكونات اللي راح احتاجها حق صمون البرجر. تابعوني. بسم الله. اول شيء ضفت عندي الحليب، عبارة عن كوب وربع حليب سائل. راح اضيف عليه السكر والخميرة واحركهم واخليهم شوي، او اخلي الخميرة تتفاعل شوي مع الحليب بالطريقة هذه. راح اخليهم، المهم احركها واخليهم يتفاعلون. تابعون. اول شي راح اضيفه عندي الطحين، عندي الملح والزيت اخر شي اضيفه الخميرة مع الحليب والسكر بالطريقة هذه، وابدي اعجن المكونات كلها. يلا خل اعجن وارد لكم حبايبي. شوفوا معاي هذه العجينة راح يصير قوامها، شوفوا شلون يلزق ترى، يعني يبي لها عجن بعد. هذه الخطوة وايد مهمة، تخلونها شوي ترتاح على ما يتفاعل مع الخميرة والحليب. بعدين راح ازيد شوي طحين واعجنها مرة ثانية عدل. الحين بخليها شوي على الاقل 10 دقائق ترتاح. تابعوني. هذه العجينة خليتها 10 دقائق، الحين راح اخليها مني، بضيف عليها شوي طحين واعجنها عادي بالطريقة هذه، وابدي اعجنها بالطريقة هذه، يعني افردها عدل بالطريقة هذه. المهم راح اعجنها وارد لكم. تابعوني. هذه عندي العجينة، عجنتها تقريبا 10 دقائق، تقعدون تعجنون فيها 10 دقائق. المهم تصير بالطريقة هذه، تخلونها بطبق في شوي طحين وتقطونها وتخلونها ترتاح ساعة كاملة. خلي تمر ساعة كاملة وارد لكم. يلا تابعوني حبايبي. شوفوا عندي هذه العجينة شلون تضاعف حجمها، شوفوها. الحين راح اسويها كور الحجم اللي تبونه حق البرجر. المهم وراح اصفها بصينية فرن. يلا تابعوني. هذه عندي العجينة كورتها بالطريقة هذه. المهم راح اخليها ترتاح 5 دقائق بعدين نرد لها. عندي هني حليب وشوي سكر وسمسم. ايش راح اسوي؟ راح ادهن بالطريقة هذه. راح اضيف السمسم. وراح اسوي الباقي عندي. يلا تابعوني. هذا عندي خبز البرجر صار جاهز. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن ولا غلطة. اخليه يبرد شوي، طبعا اغطيه خليه يبرد وبعدين اوريكم الشكل شلون من داخل. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا معاي هذه خبز البرجر، شوفوا شلون هشة يعني لينة. شوفوا
فهمت الفغز ها لانها حارة. شفتوها؟ راح اوريكم من داخل بعد شوي على ما تبرد شوي معي. هذا عندي خبز البرجر، شوفوا من داخل طبعا حار، شفتوا شلون مستوي من داخل ولا غلطة. المهم علينا وعلى عيونكم بألف عافية حبايب قلبي.